مشكلة كتير أشخاص بيواجهوها، بنكون كتير عاقلين وشاطرين بالأكل، عم ننتبه شو عم ناكل، وبيجي عزيمة أو سهرة أو عشاء واحد ناخد راحتنا فيه، وتاني نهار بنحس إنه أف بمناسبة وحدة زاد وزننا، وأكيد ببلش الندم وبنصير نفكر إنه كيف معقول هذا الشيء يحصل. رح نحكي شوي عن هالموضوع مع رندا. بونجور رندا. بونجور تينا، كيفك اليوم؟ كتير منيحة. هيدا اللي عم تقوليه تينا الكل بسمعه كل يوم أكيد كذا مرة بالعيد، لأنه يعني بيحصل مع كتير أشخاص، وخاصة هلأ بعد فترة هالعيد يومين أكيد في أشخاص يمكن عم بيفكروا أنه أف لقى أكلنا زيادة عن اللزوم، شو راح يصير بعدين، شو النتيجة؟ قبل ما نفوت بموضوعنا بدنا نذكر بالمسابقة. أكيد، لأنه مسابقتنا كتير كتير هينة اليوم. أي في حديد أكتر، هل هو لزبيب أم المشمش المجفف؟ مشاهدين عم تجاوبوا على الفيسبوك بيجز MTV Alive RDF أو Berry Light Health Center من هلأ لأسبوع جاي لتحصلوا على جائزتكم من مأكولاتنا من مطبخنا، مأكولات الشهية الطيبة وأكيد الصحية. ما تنسوا تتابعوني على الإنستغرام رندا دنيا فهد. وعنا خبرية؟ أكيد، خبريتي تينا هي عن مرضى السكري اللي هن مراهقين. هلأ عندك مراهقين، في أشخاص أكيد عندهم سكري، وعندنا نوعين مثل ما بنعرف التايب 1 دايابيتس اللي هن نحن بنقول الصغار بنسميه تايب 1، بس عندك كمان الاشخاص اللي بيعانوا من السكري باعمار صغيره اللي بياخذوا الانسولين، والاشخاص اللي هن بياخذوا بس ادويه. وتبين مع الوقت بدراسات كثير كبيره انه هول المراهقين بيمرقوا بوقت بيصير عندهم ايتينج ديس اوردرز، يعني اكلهم ما بيكون مظبوط وما بيكون هو ومرضهم متعايش مع بعضه اما ماشي ايد بايد. بس هيدي بتصير لانه عم بيتفادوا بعض المأكولات كرمال السكري؟ هلا اللي بتصير انه هن بيصيروا هن مفروض يكونوا عم يعدوا النشويات اللي بياخذوها، مفروض في مأكولات يتفادوها، اللي بيصير هو العكس، بيصير يمكن فشوا خلقهم انه هيدا ممنوع انا بدي اعمله. أوكي. اوقات اللي بيصير انه بيقفوا وقعات وهن مش لازم، اوقات اللي بيصير كمان بيصير ياكلوا حلو وهن مش لازم ياكلوا، في تلخبط مزبوط. اوقات حتى كيف بدهم ياخذوا الدواء بياخذوه بطريقه غلط. بتعرفي بعمر معين المراهق مزبوط ما بينتبهوا يمكن كل الوقت، يمكن ما بينتبه، يمكن عامل شويه رده فعل اكيد، وخصوصا على الوضع اللي هو فيه. هلا تبين لكن هون انه عندنا اللي عندهم مشكله، الاشخاص اللي هن عم ياخذوا الانسولين بهالدراسات الكبيره تبين انه 22% منهم كان عندهم هالايتنج ديس اوردر هالبيهيفير، وتبين انه اللي عندهم سكري او عالي عندهم مخزون السكر بهول الاعمار ولكن ما عم ياخذوا الانسولين عم ياخذوا ادويه، هن 50% منهم عم يعانوا من هالمشكل. وكمان بدنا ننتبه انه مش بس البنات، طبعا دائما شريحه البنات اكثر، بس بالنسبه للاشخاص اللي ما عم ياخذوا انسولين كانت نسبه البنات والصبيان متساوية اللي عندهم هالمشكلة بالإيتينج ديس أوردر. هلا شو نتيجتها كانت هيدي؟ أكيد نتيجتها كانت سيئة للصحة، نتيجتها كانت زيادة بالوزن حتى عندهم كمان، ونتيجتها كانت مشاكل الديبرشن عندهم. أما هن حاسين حالهم منهم مرتاحين بحالهم. كل هالدراسات انعملت ليبين كمان إنه وقتا نحن نطلع على مشاكل الاكل الايتينج ديس اوردرز، اما هون اتس كولد ديس اوردر ايتينج بيهيفير، وقت نطلع على المشاكل الاكل بدنا ننتبه انه نطلع على الصبيان مثل ما نحن نطلع على البنات، بدنا نطلع كمان على اشخاص وزنهم عادي او وزنهم عم يزيد، وبدنا نطلع على اشخاص هن عم ياخذوا دواء او هن بيعانوا من مرض معين.